بنوت وجمال، مرحبا بكم. الفيديو ياسمين فوكس هي من ترافقنا. ياسمين فوكس هي ثدية كبيرة الحجم من أستراليا، أصبحت حياة البرية على إنستغرام ومؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي. ولدت الجميلة في 15 فبراير 1980 في سيدني أستراليا، من العمر 42 سنة اعتبارا من عام 2022. وعلامة الفلكية هي برج الدلو. جميلة تدرس مصطلحات في أستراليا، تعيش حاليا في كامبريدج في إنجلترا. بدأت الجميلة حياتها المهنية في مجال النماذج، التزم بنشر إيجابية الاسم من خلال محتواها في وسائل التواصل الاجتماعي، بالخصوص على إنستغرام الذي انضمت إليه في ماي 2015. صناعة العارضة المليانة تحصل على أزيد من 163,000 متابع على حساب الخاص. جميلة تسلك وتدير محمية للحياة البرية والحيوانات. منقذ الحياة البرية تعمر في مجال النماذج وعالم الموضة والأزياء بالحجم الزائد. جميلة عرض على صفحات بعض المجلات المتخصصة في الموضة وعروض الأزياء. صافي ثروات جميلة سنة 2021 بين 500,000 ومليون دولار أمريكي. العطول جميلة هو 72 سنتيمتر، وزن جسمها 96 كيلوغرام، صدرها يعاوي 6 سنتيمترات، مقاس الخاصر 96 سنتيمتر، أما مقاس الورق 137 سنتيمتر. شعر بني جميل ولون العين عسلية، الجنسية أسترالية. لذا نرجوكم تابعونا المزيد القادم، وشكرا.